وبركاته ما لون اكسن سومالي ميل با اجوكتان سيلي هاي في عنتين دمانتين وحال ذي رجينا دمانتين مال في عن ما انت راح نسوق هذا هنا شيكوين النبي ذي عليهم السلام جميعا شكذا ما انت راح يكون سعتها نبي اسحاق عليه السلام نبي اسحاق واه ويل كلاباد ونبي ابراهيم سين أجنهي عرض كيس وحوها نبي إسماعيل ويشي كذا كسعة النحركة ونرفع عيسى وحو نقضي عرب ما دام دول كي الدجناين لقصوا وضي لسود الجي مكة المكرمة أما حرمك ماشي سو إسر كيس يكون نقضي عرب نبي إسماعيل عليه السلام ماشي الدجناين وأهد أرض فلسطين إبراهيم وحول الجوغي سارة وإن أذرتي سهيد مركز دلين إسحاق أفر إيتوان سنو كدب دلاشد إسماعيل إسماعيل وحو كوي إسحاق أفر إيتوان سنو شكذا بالله بنا إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام أمه سارة وقد كان بشارة بمولده من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم ذاهبين إلى المدائن وقوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم مكان الولادة أرض البابل عراق وفاته توفي وعمره 180 عاما ودفن مع أبيه إبراهيم عليهم السلام في مغارة جبرون في خليل أولاده عيسو ويسمى عيس ويعقوب وسمي بذلك لأنه أعقب أخيه مقام سيدنا إسحاق خليل فلسطين هذا وين معنى سنة إسحاق بن إبراهيم مقعي سوى إسحاق وأهويل كإبراهيم عليهم السلام لبدو ذبا ما دام لبدو إلا بن نبي كليين إلهي أكرر لأنه قد نحريس يو نبد قلي كركوذ ها أهاته إسحاق وسارة ويلكيدي سارة أن أغنها هيد إبراهيم إن أذرتس وقد كان البشارة بمولده وحان اللوغو بشاري أما اللوغو فرح لوغا فرحيي لالدي إسحاق أما نبي إسحاق لالشديسي من الملائكة وحا أغو بشاري سي أغو بشاري نبي إبراهيم إيا سارة ملائكتي صومري إبراهيم من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا به ذاهبين إلى المدائن وقوم لوط وحان أبشاري وأبشاري إني عنق دلايان ملائكتي صومرتي أما أصومرتي نبي إبراهيم عليه السلام يا سارة كواسو أسعدي قوم لوط وغنى سعدي إن لبابي ملائكتي أبشاري سولير إبراهيم ويلا خود لنايا كدبنا وي قدبين قوم اللود آذين يجو سود دمراي لكفرهم سيد وقالوبين أم إله ذو عاسيين وفجورهم يحمانتي أي سمينا ين درادد مكان الولادة مش وكل شيء لإسحاق وأرض البابل عراق دول كل يراه ذو بابل أو أه عراق بكل شيء وفاته وحون كل انتي توفي وعمره وحنا لنتي استجو أه وقل يسديتا سنو ودفن مع أبيه وحنا لندوغ أبيه إبراهيم عليه السلام في مغارة جبرون في خليل وحنا لندوغيه أما وكلنا عدوغي هاي أبيه إبراهيم في مغارة جبرون في خليل مغارة لدهو أما قد لدهو جبرون في خليل ما دام سين أغنى هاي نبي إبراهيم عليه السلام و حرمك كود دوغن يهي لغي يابا إن مردن بي لسوق هذي ميت كيس لسوق هذي أو إنت اللو سحولي لكن أول وحو كود دوغنا خليل في فلسطين أولاده ما يقع عيال ودالي واي نبي إسحاق عيال كيسة وحو دالي لبويل أولاده عيسو ويسمي العيس وحو دالي عيسو أو لوغو عجري عيس إيوه يعقوب وسمى بذلك لأنه أعقب أخيه إيه يعقوب ووحنا لوغو بحشي وحو كدم بي ولا الكيس
كلمة ده معناها عقبة أو عقب وكذب سين هروس وشيخ عربتها سيدي نغا سومالي هدان اونها كولاتو رير باري رير وقوي رير حمر انو كالنهي وحان كالالين هاي كلمة دو عدو حا سوكو سو دو وكالتو رير حمر رير باري مكان دانو رير حمر وحي دان ابايو ابوي رير باري محي دان بايو بوي رير وقوي غنا والال مركا يعقوب وحان نري عربتا خليج كو كالتو قاف كو حيو اخريان غوين مصر ايه لبنان ايه سوريا ايه كالتنا قاف كو حيو اخريان ألف مرك يعقوب محونا قنا عقب عقب أو أه كذب مرك له وين تروح حاجة وسعتها أو متى تروح عقب المغرب كذب مغرب مرك معنى يعقوب وكدم بي أما وعنو قلبات وحو كدم بي عيسو ساس ومغ عيسى هسا لو بحي يعقوب لكن مغ عيسى رنت أه وإسرائيل مقع رونتا النبي يعقوب وإسرائيل يعقوب وحوايه كي عيسو كدن بي لكن مقع عيسو رونتا وإسرائيل حدا أرنت فلسطين وصعوتو كليتو مركان حبارين وكليتو عدهين إسرائيل لأنه دات إسرائيل تراذو وإسرائيل حبارتو وحباري سا نبي يعقوب ساقا مقع عيسو إسرائيل لدهاي جوجل نوا قلي كرتا وباري كرتا ساقوه بسطو مركا يقو حال دها يهود إسرائيل وحا مقعص لها نبي يعقوب يعقوب معنى ذو حيت هاي كي عيسى كدن بي أو ويل كي يمد عقب عيسى ساسا لغو بحشي يعقوب وحوها كد بحيقه كي عيسى كدن بي ما ها عيسى عيسو كي كدن بي واي هاسيتا معناها يعقوب سوري مجا يسرونتنا وإسرائيل مركاد كد مركين هبارين ما دارت سعودة إسكيل عليا مركاد يا إسرائيل هباري سوح نقول سينا أذو هباري يا النبي يعقوب تاسو عن وراك سنين مركاد إنكو عشنا إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام أمه سارة وقد كان بشائر بمولده من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم ذاهبين إلى المدائن وقوم اللوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم مكان الولادة أرض الباب العراق وفاته توفي عمره 180 سنة ودفن مع أبي إبراهيم عليه السلام في مقارة جبرون في خليل أولاده عيسو ويسمى العيس ويعقوب وسمي بذلك لأنه أعقب أخي مقام سيدنا إسحاق أما ماشي كدوغي هاي وخليل فلسطين إسحاق ولد إبراهيم يا سارة مركي ملائكتي سومرتي أسعت قوم اللوط سي أسود دمران كبر كودي يا حمانتي سمينا إن دراد دود بي أغب شاريين نبي إبراهيم عليه السلام يا سارة إنو عنق أدلان آيو وحون خدش شدول كعراق إساقو كل انتي عمر بقول إي سديتن سنة لا لدوغين آبهيس مغاردة أما قدك جبرون أو خليل أه خليل أو أه فلسطين لبي عنق أدلي عيسو ويسمى عيس يو يعقوب معنى يعقوب نوحيت هاي كي كدم بي وإن رمج عيسى رونت أه وإسرائيل وحونا كدو غيها إسحاق عليه السلام خليل فلسطين كدو غيها مقالة خليل إي فلسطين انت سنخصوك بقبين قصة النبي إسحاق عليه السلام سقي أبيس عليهم السلام ما نفعنا دي رجينا دمانتين بشبشي برواق قوار ميلو بقى جوكتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.